السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. الحلقة النهاردة تعبتني جدا جدا في البحث والتحضير ليها، فياريت لو عندك حب وشغف للمعرفة الحقيقية الكاملة من وجهة نظر محايدة، ياريت تكمل الفيديو للآخر، وياريت بعد ما تسمع المعلومات وتحاول تتأكد منها بنفسك، ياريت ما تخليش المعلومة تقف عندك، ياريت توصل المعلومة لكل اللي حواليك، لكل اللي شاكك ان الابار مصر فرطت فيها، او لكل اللي متأكد ان مصر فرطت فيها، وكمان لكل اللي متأكد ان مصر ما بتفرطش في ارضها، عشان يقينه يزداد بالبلد دي. في البداية الفيديو ده اتأخر كتير قوي، اتأخر لانه اللي كان مأخرني ان انا اعمله خوفي من اني اتصدم، وسبب الخوف من الصدمة مش عدم ثقتي في البلد ولا في الادارة اللي ماسكه البلد على مر العصور، ولكن خوفي لاني شفت فيديو لاحمد المسلماني اللي كنت بحترمه وكنت بثق في كلامه، كان بيتكلم على الموضوع ده. تعالوا نشوف هو قال ايه وبعد كده نبقى حلقتنا. الحدود البحرية اللي بيننا وبين اسرائيل وبين قبرص، للأسف الشديد إحنا تساهلنا فيها، وإسرائيل جات في المياه الاقتصادية بتاعتنا وسرقت الغاز والبترول. على الخريطة علشان نعرف قد إيه إن ميناء حيفا على سبيل المثال أبعد من هذه المياه من ميناء دمياط، ومع ذلك إسرائيل بتشتغل هناك وبتستخرج، وبقى عندها فائض مليارات وبتصدر كمان لدول أخرى بمليارات، وإحنا اللي ميناء دمياط أقرب لهذه المياه للأسف الشديد حتى الآن ما عندناش ولا لتر بنزين خدناه من هذا المكان. على الخريطة نفط البحر المتوسط ببساطة وباختصار، إذا البحر المتوسط كده بشكل عام يبقى بهذا الشكل، هنلاقي هنا ميناء حيفا، وهنلاقي هنا ميناء دمياط بالتقريب، وهنلاقي هنا قبرص شكلها كده أقرب للسمكة في مكان زي كده. من هنا من ميناء دمياط للحقول بقى اللي هي هنا وحقول هنا، شوف بقى إسرائيل بتيجي تمشي كل المسافة دي وتاخد، وإحنا اللي قريبين مسافة أقرب مفيش أي استفادة. العلماء بيقولوا إن قبرص بتاخد لغاية مسافة 180 كيلو، احنا نفس المسافة تقريبا، احنا 190 كيلو قدنا قد قبرص تقريبا، هما بياخدوا كل الثروات ديت، احنا صفر. اسرائيل بتيجي على مسافة كام بقى؟ 232 كيلو، احنا كام؟ 190 كيلو، هما 232 كيلو، يعني هما ابعد ب 42 كيلو، ومع ذلك واخدين كل هذه المسافة ياخدوا من هنا النفط والغاز اللي موجود، وطبعا في الاغلب غاز البحر المتوسط. بعد كلام المسلماني ما اعتقدش انه كان ينفع ان انا ادور او انكش في الموضوع ده، لان المسلماني لحد ما بدات اشتغل على الموضوع ده من يومين ثلاثه وانا كنت بثق فيه جدا، ثقتي كانت فيه عمياء بالرغم ان ناس كتير يعرفوه شخصيا قالوا لي انه غير جدير بالثقه دي، ولكن انا ما كنتش شايف منه حاجه غير كده. المهم اني في لحظه قررت ان اعرف اصل حقول الغاز دي ايه، وهل هي فعلا مصريه وان الدول دي خدتها غصب عن مصر او باراده مصر، ولا الدول دي ليها حق فعلا في الحقول دي. مبدئيا استاذ مسلماني قال الكلام اللي موجود في ويكيبيديا، ان حقول الغاز اقرب لدمياط من اسرائيل، والكلام ده موجود في ويكيبيديا في النسخه العربيه بس، في اي لغه تانية موجود فيها فيما يخص الحقل بتاع ليفتيان او ليفتيان زي ما هم بيقولوه، مش موجود في اي لغه تانية قصه انه اقرب لدمياط من حيفا، النسخه العربيه بس هي اللي ذاكره الموضوع ده، وذاكره انه برجوع لموقع المعرفه او انه صاحب موقع المعرفه تحديدا هو اللي قال المعلومه دي. لما تدخل على موقع المعرفة هتلاقي انه مكتوب هناك انه حقل ليفيثيان اقرب لدمياط من حيفا. لحد هنا انا ما ينفعش اتكلم. احمد المسلماني بيقول انه حقل افروديت القبرصي وحقل ليفيثيان الاسرائيلي اقرب لمصر ولدمياط تحديدا من قبرص ومن اسرائيل، وزي ما شفنا هو جاب الخريطة ورسمها كروكي وحدد المقاسات والابعاد من مزاجه. لا، هو ما حددهاش من مزاجه، هو حددها بناء على موقع المعرفة. موقع المعرفة هو الموقع الوحيد اللي كل المواقع اخذت عنه انه حقل ليفتيان تحديدا اقرب لدمياط منه لحيفا الاسرائيليه. ما اتكلمش عن حقل افروديت القبرصي، لكن احمد المسلمالي حط التاتش بتاعه فقال ان الحقول القبرصيه كمان اقرب لمصر من قبرص. بعد ما سمعنا الكلام ده تعالوا نرد على نقطه نقطه. اول نقطه انه السيسي فرط في حقول الغاز المصريه لصالح اسرائيل وقبرص عشان خاطر يعمل شرعيه لحكمه لمصر. طيب خد اول واحده، حقل ليفتيان الاسرائيلي
مكتشف من سنة 2010 من أيام حسني مبارك موجود. طب حسني مبارك فرط في الأرض؟ حسني مبارك فرط في المياه الاقتصادية؟ حسني مبارك فرط في حقول الغاز؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. أول نقطة هنتكلم فيها هي النقطة اللي استند إليها صاحب موقع المعرفة في أنه نسب الحقل الإسرائيلي ملكيته لمصر، أنه هو بيقول أن المياه الاقتصادية المصرية بتبقى في العمق لمسافة 200 ميل بحري، وأن الحقل ده أقرب من 200 ميل بحري. أولا أنت كلامك مظبوط في نقطة أن المياه الاقتصادية لأي دولة بتكون بتوصل لحد 200 ميل بحري، ولكن بشرط أن ما يكونش في دولة تانية بتنزعها المنطقة دي. طب إحنا المسافة اللي ما بيننا وما بين قبرص قد إيه؟ طيب إيه رأيك أن المسافة اللي ما بيننا وما بين قبرص 216 ميل بحري؟ نبعد عن النقطة دي، تعالوا نشوف خرائط الثلاث حقول اللي جنب بعض، حقل ظهر المصري، حقل ليفيثيان الإسرائيلي، حقل أفروديت القبرصي. شوف على الخريطة، تعالوا بقى نمسكهم حقل حقل ونشوف المسافات ما بين كل دولة والتانية قد ايه. نبدأ بحقل ليفيثيان الإسرائيلي. اولا عشان تعرفوا ان انا اكتشفت اتصدمت في احمد المسلماني، انه احمد المسلماني لما قال يبعد عن دمياط هو خد نفس المصطلح بتاع موقع المعرفة، ولكن هو في الواقع لو هو مفتح هو او صاحب موقع المعرفة او كل حد خده من بعض، انه حقل ليفيثيان اقرب لمدينة العريش من دمياط بمسافة 20 كيلو، يعني حقل ليفيثيان بيبعد عن العريش 156 ميل بحري و6 من عشر. ده بيعادل بالكيلو 202 كيلو و2 من عشر. في الوقت اللي بيبعد فيه عن دمياط، احنا قلنا 202 كيلو و2 من عشرة، بيبعد عن دمياط 222 كيلو بالظبط، بما يعادل 138 ميل بحر. طيب بيبعد قد ايه بقى عن حيفا اللي هو بيقول ان بيبعد عن حيفا فوق ال 230 او مش عارف ال 213 ميل؟ هو بيبعد عن حيفا زي ما الخريطه بتقول، وعلى فكره ده موقع ويكيميديا، حقل ليفيثيان بيبعد عن حيفا 68.8 من عشرة ميل بحري، ده بيساوي بالكيلو 110.7 من عشرة كيلو متر. يعني نقولها من تاني، بيبعد عن اقرب نقطه في مصر اللي هي العريش 125 ميل بحري و6 من عشرة، وبيبعد عن حيفا 68 ميل بحري و8 من عشرة. صح النوم يا استاذ احمد يا مسلمان، مصر ما اتفرجتش في حقها. خلصنا من حقل ليفيثيان الاسرائيلي اللي على فكره لما اسرائيل اكتشفته اللي نزعتها الملكيه مش مصر ومش قبرص، اللي نزعتها الملكيه لبنان. لبنان قالت ان الحقل ده بتاعنا، واسرائيل ردت قالت لا ده مش بتاعكم واحنا هنلجا للقانون الدولي. المهم انه بعدها بكام شهر لبنان قدمت ورقه للامم المتحده قالت ان احنا بعد ما دورنا وبعد ما بحثنا وبعد ما كشفنا اكتشفنا انه فعلا بيقع في المياه الاقتصاديه لاسرائيل، ما عدا ما اعترفنا بدوله اسرائيل، الكيان الصهيوني المغتصب. ده حقل ليفيثيان افروديت القبرصي. حقل افروديت القبرصي زي ما هنشوف على الخريطه بالظبط وبالمقاسات بتاعت الخريطه بتاعت ويكيميديا مش انا اللي بقيس، بيقول انه بيبعد عن البردويل، بيبعد عن اقرب نقطه مصريه له اللي هي بحيره البردويل 129 ميل بحري بما يعادل 207 كيلو متر. طب بيبعد عن قبرص قد ايه؟ 103 ميل بحري و8 من عشرة. بيبعد عن البردويل 129 ميل بحري، بيبعد عن قبرص 103 و8 من عشرة ميل بحري، بيساوي 167 كيلو. قلنا بيبعد عن البردويل بالكيلو 207 كيلو. الحاجات دي كلها على موقع ويكيميديا، نقدر ندخل على الخريطه ونجيب الثلاث حقول وتعملوا اللي انا عملته بالظبط. طيب تعالوا بقى حقل ظهر المصري. حقل ظهر المصري بيبعد عن دمياط 104 ميل بحري و2 من عشرة، اللي هو بالكيلو 167 كيلو و7 من عشرة. ده عن دمياط. بيبعد عن قبرص بقى قد ايه؟ 109.5 ميل بحري، يعني اقرب لمصر من قبرص ب 5 ميل بحري و3 من عشرة، اللي المسافه بتاعته ما بينه وما بين قبرص بتساوي بالكيلو 176 كيلو و2 من عشرة. مع العلم ان المسافه ما بين اقرب نقطتين من مصر لقبرص 216 ميل بما يعادل 348 كيلو متر. طبعا دي مسافات انا اللي اخدها بنفسي، ممكن تفرق في نص كيلو تفرق في كيلو لان الخريطه هي دقيقه، ولكن نقطه التحديد هنا او هنا ما بتبقاش دقيقه بالظبط يعني، ولكن انا اجتهدت ولكل مجتهد نصيب، وارجو ان كل واحد يتفرج على الفيديو ده يحاول يجتهد لو هو مش مصدق الكلام اللي انا بقوله ويوصل للمعلومه دي بنفسه. بس يا ريت لو وصلت للمعلومه دي بنفسك او اقتنعت بالمعلومه ما توقفهاش عندك. من حق كل الناس اللي شاكك واللي مقتنع ان مصر فرطت في ابار الغاز بتاعتها انها تعرف الحقيقه. الحقيقه هنا زي ما احنا شفنا ثلاث ابار جنب بعض بالظبط، لو مسكنا كل بير فيهم وخدنا خط للدوله التابعه له هنلاقيها هي اقرب دوله من الثلاث دول.
انا عملت الخريطه دي، خدت حقل لفتيان شديت خط له، ده بعيد عن المقاسات، الخط ده مش مقاسات، ده على ده انا خدت الخريطه زي ما هي بابعادها وحطيتها على برنامج وشديت خط، وخدت من الخط ده نسخه بنفس الطول وحاولت ان انا اوصله لمصر، زي ما احنا شايفين ما وصلش لمصر. جيت على حقل ظهر عملت نفس الموضوع، اخدت خط من حقل ظهر لمصر لاقرب نقطه في مصر، وخدت نسخه من الخط ده بنفس الطول وحاولت اوصله لاسرائيل، ما وصلش لاسرائيل. للاسف انه الخريطه عشان اجيب مصر وقبرص واسرائيل مع بعض والثلاث حقول، الثلاث حقول مش بيظهروا زي ما احنا شايفين، اللي هو الرسمه بتاعت الحقل مش بتظهر، فانا ما حبيتش ان انا احط نقطه بقول لكم الحقل ده، لا انا عايز اجيب هي الحقل اللي الخريطه بتاعت ويكيبيديا حطها. فللاسف ما قدرتش اعمل الموضوع ده في الثلاث حقول مع بعض، عملت في حقلين اللي هو المقاسات دي، وزي ما احنا عملنا في ويكيميديا بخريطه ويكيميديا ان احنا قلنا ان حقل افروديت القبرصي اقرب لقبرص من مصر، احنا كنا قلنا في الحقل القبرصي انه بيبعد عن البردويل 129 ميل في حين انه بيبعد عن قبرص 103 ميل. يعني للاسف واحد زي احمد المسلماني كان مرغق ناس كتير جدا، انا كنت منهم للاسف، كنت بثق فيه وكنت خايف ادور عشان ما اتصدمش، ولكن خدت القرار ان انا حتى لو اتصدمت هطلع اعمل فيديو واقول ان الحقول دي بتاعتنا واحنا فرطنا فيها. ولكن الحمد لله ثقتي في بلدي وقياده بلدي على مر العصور مهما اختلفنا او اتفقنا مع الناس اللي ما كانت موجوده ما تهزتش. وعلى فكره الناس اللي النهارده بتقول ان السيسي باع الابار لاسرائيل والقبرص هم عارفين كويس ان الابار دي او تحديدا البير الاسرائيلي موجود من 2010 وما تكلموش على النقطه دي وغافلينها عن الناس اللي متابعين ليهم، ولكن ربنا يهدي الجميع. يا ريت الفيديو فعلا ما يقفش عندك لانه ده مجهود وتعبت فيه جدا جدا جدا. اشكركم واتمنى اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه.